بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة، أخوات الطالبات، نتقدم إليكم اليوم إن شاء الله في شرح الفصل الخامس، وهو عبارة عن التضخم والبطالة. سنقوم اليوم بتفسير أو شرح الفصل الخاص أو البند الخاص بالتضخم. سنتطرق في هذا الفصل إن شاء الله إلى المفاهيم الآتية، هي عبارة عن تعريف التضخم، وكيفية حساب معدل التضخم، تصنيف التضخم، وأسباب وأنواع التضخم، وإن شاء الله نتطرق إلى آثار التضخم. بالنسبة لمفهوم التضخم، مفهوم التضخم هو عبارة عن، أولاً التضخم عبارة هو من الموضوعات الهامة التي تمس المواطن في حياته اليومية، اللي هو عبارة عن التضخم والبطالة، حيث يطلق عليهما توأمي السوء لأنهما يهددان باستمرار مستقبل الشعوب لما لهما من آثار سلبية عديدة. بالنسبة لمفهوم التضخم، هو عبارة عن الارتفاع المستمر والملموس في المستوى العام من الأسعار لفترة زمنية طويلة عبر الزمن في دولة ما. ومن خلال هذا التعريف نجد أن هناك شرطان لوجود ظاهر التضخم. الشرط الأول أن ظاهرة التضخم مرتبطة ببعد زمني، بمعنى أننا بحاجة إلى تحديد الفترة الزمنية التي يجب أن يستمر خلالها الارتفاع في الأسعار. البند الثاني والمفهوم الثاني أن يكون الارتفاع ملموسا، وذلك يثير تساؤلات هامة: ما هو مقدار الزيادة في الأسعار التي اعتبرها زيادة تضخمية، وما هي الزيادة التي تعتبرها معتدلة أو طبيعية ولا تدعو إلى القلق. قد يرى البعض أن الزيادة السنوية في الأسعار بمعدل 3% مؤشر صحي على نمو الاقتصاد بكفاءة، وهذه طبيعية وليست تضخمية. والبعض الآخر يقول، وهو الراجح، أن الزيادة المرتفعة بمعدل 20% فتعتبر زيادة تضخمية. هذا هو تعريف التضخم، ومتضمن التعريف الشرطين الأساسيين يجب أن يتوفران في كل تعريف من التضخم. كيفية قياس معدل التضخم؟ يمكن قياس معدل التضخم من المعادلة التالية، اللي هي عبارة عن معدل التضخم يساوي المستوى العام للأسعار في سنة ما أو تلك السنة التي تم دراسة التضخم فيها، ناقص المستوى العام للأسعار في السنة السابقة على المستوى العام للأسعار في السنة السابقة ضرب 100. والرقم القياسي للأسعار هو أحد المقاييس الإحصائية التي يهدف إلى معرفة التغيرات التي تحدث وتطرأ على المتغيرات على مجموعة التي تطرأ على مجموعة من المتغيرات المرتبطة ببعضها. وطرق القياس تتعدى طرق قياس التضخم، وهي عبارة عن الرقم القياسي البسيط، الطريقة التجميعية البسيطة، والرقم القياسي المرجح. وتعريف الطريقة التجميعية البسيطة أو الرقم القياسي البسيط، وهو عبارة عن مجموع أسعار سنة المقارنة، يتم جمع أسعار جميع الأسعار، هنا جميع الأسعار في سنة المقارنة على مجموع أسعار سنة الأساس ضرب 100. ويعاب على هذه الطريقة أنها لا تأخذ في الحسبان الأهمية النسبية لمختلف السلع المعتبرة في الرقم القياسي، وتعطي نفس الوزن لكل السلع. هذا عيب من عيوب هذه الطريقة، ولكن حقيقة الأمر أن الأهمية النسبية تختلف لذلك من سلعة إلى أخرى، ولذلك لابد من استخدام أوزان نسبية لكل سلعة تتناسب مع أهميتها. الرقم القياسي المرجح، وهو عبارة عن الطريقة التجميعية، وتعتمد على ترجيح الكميات المباعة أو المستهلكة في سنة الأساس، وهو عبارة عن مجموع قيم كمية سنة الأساس بأسعار سنة المقارنة، تقسيم أو على مجموع قيم كمية سنة الأساس بأسعار سنة الأساس. واضح أنه المواد الغذائية لها ضرورة أكبر في الحياة اليومية عن الملابس، والعلاج هذه المشكلة نقوم بإعطاء وزنا لكل سلع حسب أهميتها بالنسبة لميزانية أو دخل الأسرة. وهذا أشياء طبيعية، أنه إعطاء الملابس الأوزان النسبية لكل سلع حسب أهميتها بالنسبة للمستهلك. المواد الغذائية غير عن الملابس، غير عن الخدمات الأخرى، حيث أن المواد الغذائية تمثل مثلا 45% من ميزانية الأسرة، والملابس تمثل 30%، والخدمات الأخرى 25%. وبذلك ممكن استخراج الرقم القياسي المرجح للأسعار حسب القانون الذي ذكرناه، أنه مجموع قيم كمية سنة الأساس بأسعار سنة المقارنة على مجموع قيم كمية الأساس بأسعار سنة الأساس ضرب 100. وفي عندنا مثال
واضح مثال واضح في نفترض أن وجود مجتمع ينتج ثلاث سلع، بحيث كان أسعار تلك السلع وأوزانهما في العامين 2007 و 2008، معطينا السلع اللي هي المواد الغذائية الملابس والخدمات، معطينا أسعار عام 2007 وأسعار عام 2008، ومعطينا الأوزان. المواد الغذائية تمثل 75%، الملابس 30%، الخدمات 25%. هين بنضرب بالنسبة للترجيح عام 2007، بنضرب أسعار 2007 في الأوزان، كل في وزن، وزن كل من المواد الغذائية 4 من 10 في 45، بيطلع النتيجة. وبعد ذلك نجمع مجموع أسعار 2008 على مجموع أسعار 2007، بيطلع عندنا اللي هو عبارة عن اللي هو معدل الرقم القياسي المرجح للأسعار. وواضح أيوة عندنا في المثال 41.6% معدل التضخم. الرقم القياسي المرجح هو أكثر واقعية من الرقم القياسي البسيط المحسوب سابقا، لأنه يأخذ أوزان الأوزان بعين الاعتبار. ومن هنا كانت أهمية لجوء علماء الاقتصاد إلى استخدام أسس علم الإحصاء في تحديد الرقم القياسي المرجح وفقا لعدة طرق وأساليب، منها الأرقام القياسية لباتش والأرقام القياسية للاسبير. والمجال هنا لا يتسع الخوض في هذه التفاصيل، لأن هذه موضوعات أخرى خاصة بالإحصاء. أنواع الأرقام القياسية المرجحة، في عندنا مخفض الناتج المحلي حكينا فيه في موضوع الفصل الرابع في الاستهلاك، الرقم القياسي لتكاليف المعيشة، والرقم القياسي للسلع الاستهلاكية. بالنسبة لتصنيف التضخم، التضخم يمكن تصنيف التضخم إلى ثلاث أصناف رئيسية، اللي هي التضخم المعتدل أو الزاحف أو المتوسط أو البطيء. كل هذه التعريفات للبند الأول من التضخم. النوع الثاني هو عبارة عن التضخم المتسارع، والنوع الثالث هو عبارة عن التضخم الجامح. ممكن الحديث عن هذه عن كل نوع من الأنواع السابقة بإيجاز بسيط، لأنه التضخم المعتدل أو الزاحف ترتفع فيه الأسعار ببطء وبشكل يمكن توقعه، وهو معدل التضخم الذي لا يزيد عن خانة واحدة، أي لا يزيد عن 10%، وهان بيكون من 1% إلى 9%، لا يزيد عن خانة واحدة. وفي هذه الحالة تكون الأسعار نوعا ما مستقرة، وتبقى ثقة الناس بالعملة موجودة، ولذلك لا يوجد لهذا النوع آثار سلبية واضحة على الاقتصاد القومي. أما بالنسبة للتضخم المتسارع، ويمثل هذا النوع تزايد مستمر ومتضاعف في المستوى العام للأسعار في فترة زمنية بسيطة، يزيد فيها معدل التضخم عن 10%، أي أن المعدل سيكون مكون من خانتين، أي لا يزيد فيه تضخم سنوي عن 100%. وفي مثل تلك الأحوال أو في مثل تلك النوع من التضخم، تفقد العملة قيمتها وتقل ثقة الناس بها. أما النوع الثالث التضخم الجامح، وهو النوع الخطير، وهو عبارة عن التضخم الذي يكون فيه معدل التضخم مكون من ثلاث خانات أو أكثر، أي يزيد عن 100%. وفي تلك الحالة يكون الاقتصاد في أسوأ ظروفه، وتفقد العملة الثقة فيها تماما. وعندنا مثلا هنا في كما حدث في البرازيل، أنه في سنة 1995 حيث وصل إلى 2148% معدل التضخم. بعض النتائج والآثار الناتجة والمترتب على وجود التضخم المتسارع أو التضخم الجامح. فقدان هذه الدولة مصداقيتها، مصداقية التعامل في عملتها داخليا وخارجيا، أن العملة أصبحت لا قيمة لها. 2، يصبح من المفيد الأفراد دوما الاحتفاظ بأصول ملموسة بدلا من الاحتفاظ بالنقود، ومن هنا يتحول الأفراد نحو شراء العقارات والاستثمارات الملموسة، ويحجمون ويمتنعون عن الإيداع في البنوك أو الاحتفاظ بالنقود السائلة. ثالثا، في حالة وجود سوق رأس مال حقيقي للأسهم في تلك الدولة، يصبح من الأجدر أو الأجدل الاستثمار في الأسهم بدلا من الأداء في البنوك، حيث أن التضخم يسبب ارتفاع أسعار الأسهم في التعويض إلى حد ما الخسائر التي تنجم عن الاحتفاظ بالأموال السائلة. أسباب التضخم، في عندنا عدة أسباب للتضخم، وتضخم ناشئ عن جذب الطلب، وتضخم ناشئ عن زيادة الطلب، ويحدث عندما يكون الطلب الكلي أكبر من العرض الكلي في الاقتصاد، حيث يميل المستوى العام للأسعار نحو الارتفاع كلما زاد الطلب الكلي الفعال أو زاد حجم الإنفاق الكلي في المجتمع خلال فترة زمنية محددة مع بقاء الأشياء الأخرى ثابتة، وهنا ترتفع الأسعار ويحدث التضخم. النوع الثاني
ان هو عبارة عن تضخم العائد للنفقة، او ما يعرف تضخم دفع التكاليف، تضخم دفع التكاليف. وهذا النوع من التضخم يحدث عندما ترتفع تكاليف الانتاج في فترة زمنية محددة مع بقاء الاشياء الاخرى على حالها، وترتفع التكاليف لعدة اسباب، منها ارتفاع اجور العمال، لانه نحكي عن عملية انتاجية، ارتفاع اسعار المواد الاولية للمواد الخام الداخلة في العملية الانتاجية. كل هذه الامور تعمل على ارتفاع تكاليف الانتاج وتؤدي الى ارتفاع في الاسعار. النوع الثالث وهو عبارة عن التضخم المستورد، ويظهر في الاقتصاديات الصغيرة المفتوحة، ويحدث عند استيراد مجموعة من السلع والخدمات مرتفعة الأسعار، يضطر المستثمر إلى بيعها في الأسواق المحلية بتلك الأسعار. وينقسم التضخم إلى قسمين، التضخم المكشوف والتضخم الكامن، ويمكن تقسيم التضخم حسب حدة التضخم إلى التضخم الزائف التدريجي والتضخم المفرط أو الجامع. وتضخم المستورد عفوا حكينا عن انواع ثلاثة، الاستيراد، التضخم هو تضخم العائد على حجم الطلب، تضخم العائد للنفقة او يعرف تضخم دفع التكلفة، وتضخم المستورد. حكينا في ثلاث انواع، وفي عندنا كل نوع اللي هو طريقة شرح بيانية، وهذا واضح في الشكل. هي عندنا اللي هو خط الدخل الواي بمثل زاوية 45 من خط العرض الكلي، وخط الاستهلاك ونقطة التوازن واضحة عندنا، نقطة التوازن الأولى، وفي عندنا نقطة التوازن عند مستوى التشغيل الكامل، حيث إنه في عندنا فجوة تضخمية. للقضاء على هذه الفجوة التضخمية بنزيد من حد الطلب، من الطلب ينتقل محل الطلب إلى أعلى، من ثم تنتقل نقطة التوازن من A1 إلى A2. وهذا واضح في خلال الشكل البياني، تفسيره واضح. كيفية علاج تضخم الطلب. لعلاج الفجوة التضخمية الناتجة عن زيادة الطلب الكلي عن العرض الكلي، اللي هو البند الأول من أسباب التضخم، لابد من اتباع سياسات نقدية ومالية انكماشية الهدف منها تقليل الطلب الكلي، وتتمثل هذه السياسات في مالية. في عندنا قبل ما نحكي في كيف علاج أدوات السياسة النقدية لعلاج تضخم الطلب، هي رفع سعر الفائدة. أدوات السياسة النقدية بشكل عام سعر الفائدة، رفع نسبة الاحتياط القانوني، والبنك المركزي باع للسندات الحكومية. لعلاج تضخم الطلب نقوم برفع سعر الفائدة ورفع نسبة الاحتياط القانوني ودخول البنك المركزي بائعا للسندات، وهذه السياسات تؤدي إلى تقليل عرض النقود، ومن ثم تقليل الاستثمار، وبالتالي تقليل الطلب الكلي. وهيك بكون انتقل محل الطلب الكلي إلى أسفل، وانتقل من نقطة التوازن من A1 إلى A2، وتم القضاء على الفجوة التضخمية. الهدف كان إنه تقليل الطلب الكلي. أدوات السياسة المالية لعلاج تضخم الطلب أيضا عبارة عن السياسة المالية، تتكون من ضريبة والإنفاق الكلي والإنفاق الحكومي. الأدوات لعلاج تضخم الطلب هي رفع معدل الضريبة، ورفع معدل الضريبة بيعمل على يقلل من الاستهلاك، ومن ثم يقلل من الطلب الكلي. تقليل الإنفاق الحكومي يعمل يسبب نقص مباشر وسريع في الطلب الكلي. والسياستان السابقتان معا، ممكن نستخدم السياستين مع بعض حتى نصل إلى تخفيض الطلب الكلي. السياسة السابقة تسبب تقليل الطلب الكلي وانتقال محل الطلب إلى أسفل، ومن ثم انتقال من نقطة A1 إلى A2 كما يتضح في الشكل، ومن ثم القضاء على الفجوة التضخمية. في تفسيرات أخرى لحدود تضخم الطلب، إحنا بنستكفي بالفجوة التضخمية اللي شرحناها. توضيح بيان أهمية آخر لكيفية حدود تضخم الطلب، وعندنا شكل بياني بوضح انه عرض الطلب، العرض ومحنة الطلب والتوازن عند النقطة A، وانتقال منحنى الطلب إلى الأعلى، ومع ثبات اللي هو منحنى العرض. البند 2 تضخم دفع التكلفة أو الكوست بوش انفليشن. يتضح هذا التضخم زي ما حكينا من زيادة تكاليف الإنتاج التي تتمثل في أجور العمال بسبب وجود نقابات عملية قوية تحافظ وتدافع عن حقوق العمال وتطالب برفع أجور العمال لديها. كما ينتج تضخم التكاليف عن استيراد مواد خام أو مواد أولية بأسعار مرتفعة، ويعكس تضخم الطلب، وبعكس أن تضخم الطلب يحدث عند مستوى أقل من مستوى التشغيل الكامل، أي أنه يحدث في ظل وجود بطالة
أن كل مستوى أقل من مستوى التشغيل الكامل، أي أن ليست كل موارد فعالة أو شغالة، بيكون في موارد معطلة ومنها عنصر العمل العاملين، وبذلك تظهر إيش؟ البطالة. ومن هنا ظهر تعبير التضخم الركودي stagflation، والذي يعني ارتفاع المستوى العام للأسعار مع وجود ركود اقتصادي في مستوى التشغيل وفي معدل النمو الاقتصادي. والشكل البياني التالي 6-3 بيوضح أن كيفية حدوث تضخم التكاليف. كيفية علاج تضخم التكاليف: إذا كان تضخم التكاليف ناتج عن استيراد المواد الخام وعناصر إنتاجية متضخمة أي أسعارها مرتفعة من أصل من منشأ، فيصعب علاجه لأنه مرتبط بالدول الخارجية وليس بالدولة نفسها. أما إذا كان تضخم التكاليف ناتج عن ارتفاع أجور العمال محليا، فيمكن علاجه عن طريق ربط الأجر بالإنتاجية، أخذ في الاعتبار أن تزيد الأجور وفقا لزيادة الإنتاجية وعنصر العمل وكفاءته. التضخم المشترك نوع ثالث من التضخم، وهو عبارة عن ينشأ تضخم نتيجة سحب الطلب ودفع التكلفة سويا، بمعنى أن ينشأ بسبب زيادة حجم النقود من الدولة بدون تغير في حجم الإنتاج، وأن يتوافق ذلك مع زيادة في تكاليف عناصر الإنتاج من أجور وخلافه. وعلاج ذلك لابد من اتباع توليفة ومزيج من السياسات تكافح التوسع النقدي وتسعى إلى زيادة الإنتاجية والإنتاج في آن واحد. التضخم المستورد، حكينا عن التضخم المستورد، وهو ينتج بسبب قيام الدول النامية باستيراد سلع وخدمات نهائية جاهزة للاستهلاك، يعني نهائية أسعارها مرتفعة في بلاد الأصلية المنتجة لها، وكأنها بذلك تقوم باستيراد التضخم. وحيث أن الدول الصناعية المتقدمة قد عانت من موجة تضخمية خلال السبعينات من القرن الماضي بسبب ارتفاع أسعار النفط مما ترتب عليه حدوث تضخم التكاليف في تلك الدول، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات النهائية في تلك الدول، وهذه السلع النهائية يتم استيرادها من الدول النامية مما ينتج عنه تضخم مستورد في تلك الدول. الفرق بين تضخم التكاليف وتضخم مستورد، حكينا أنه تضخم التكاليف ينتج عن استيراد مواد خام أولية أي تكاليف الإنتاج أو عناصر الإنتاج بأسعار مرتفعة مؤدي إلى رفع أسعار المواد التي تستخدم في إنتاجها. أما تضخم المستورد فينتج عن استيراد سلع وخدمات نهائية أي جاهزة للاستهلاك، أي التي يتم استخدامها مباشرة من قبل المستهلك مجرد استيرادها، مثل استيراد الملابس الجاهزة والأحذية والأطعمة الجاهزة وغيرها بأسعار مرتفعة ومتضخمة. الآثار المختلفة للتضخم: عندنا آثار يمكن إجمال هذه الآثار على النحو التالي: الأثر على عدالة توزيع الدخل، سيؤدي التضخم إلى انخفاض القوة الشرائية للنقود، والذي بدوره يؤدي إلى تضرر أصحاب الدخول المحدودة والدائنين وأصحاب المدخرات. وانخفاض قوة الشرائية للنقود ستؤدي إلى تآكلها مع مرور الزمن، يعني في حال ارتفاع معدل التضخم إلى معدلات جامعة. تضخم الأثر على أسعار الفائدة: لتفادي خسارة الدائنين أو المقترضين وتشجيعهم على تقديم الأموال والمدخرات للمؤسسات المالية، آلية تحديد سعر الفائدة يجب أن تأخذ بالحسبان معدل التضخم المتوقع، أي إضافة علاوة التضخم إلى العائد على أموال المقترضين. الأثر على التجارة الخارجية: يؤدي ارتفاع أسعار السلع المنتجة محليا إلى انخفاض منافسيها في أسواق خارجية، ما يعني تراجع الصادرات للدولة. كما يؤدي انخفاض أسعار السلع المستوردة مقابل السلع المحلية إلى زيادة الاعتماد على الخارج، الأمر الذي ينعكس على الميزان التجاري، أي زيادة الواردات عن الصادرات، وذلك يعمل على حدوث اختلال في ميزان المدفوعات، أي بسبب عجز في الميزان التجاري. في أن أثر تقليل حوافز الادخار، وذلك ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار تؤدي إلى ضعف الحواجز الفردية على الادخار والاستثمار، والتوجه بدأ من الادخار نحو الاستهلاك هربا من ارتفاع أسعار المتوقع، الأمر الذي يؤدي لإعاقة المدخرات نحو مؤسسات الادخار مما يضعف دور وفاعلية المؤسسات المالية والأسواق. الأثر التضخم على النمو الاقتصادي: يرى بعض الاقتصاديين على أن التضخم له تأثير سلبي على النمو الاقتصادي، وبعضهم يرى أن التضخم ربما يكون دافع لعجلة النمو الاقتصادي، حيث تخلف معدل الأجور عن مجارات الزيادة في الأسعار سيعمل على زيادة الأرباح، ومما يشجع على زيادة الاستثمار ويؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة،
فينخفض معدل البطالة ويرتفع حجم الناتج القومي، خاصة عندما يكون الاقتصاد عند مستوى أقل من مستوى التوظيف الكامل لعناصر الإنتاج. هذا كل ما يتعلق بمعدلات التضخم. أثر التضخم على العملة: يترتب على التضخم إضعاف ثقة الأفراد في العملة المحلية وإضعاف الحافز على الادخار، وهنا يزداد التفضيل السلعي على التفضيل النقدي، مما يعمل على زيادة إقبال الأفراد إلى إنفاق النقود على الاستهلاك وينخفض ميلهم للادخار، وما تبقى لديهم من أرصدة أو نقدية أو أموال يلتجئون بها إلى تحويلها إلى ذهب أو عملات أجنبية مستقرة وشراء سلع معمرة أو اتجاه نحو العقارات. أثر التضخم على الاستثمار الأجنبي: يؤثر التضخم تأثيرا سلبيا على قدرة الدولة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث ترتفع أسعار العقارات والمواد الأولية وأجور العمال، ومما يترتب عليه ارتفاع في تكاليف المشروعات الجديدة ومن ثم نقل الأرباح لتلك المشروعات، مما يحجب أو يمنع المستثمرين الأجانب من الاستثمار في الدولة المعنية التي تعاني من مشكلة التضخم. شكرا جزيلا لكم على استماعكم وعلى حسن استماعكم.